تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي، قامت مجموعة من أعضاء الجمعيات الشبابية باحتضان مجموعة من الأطفال ممن فقدوا أحد الوالدين، فأخذتهم إلى عالم المرح ليكون يومهم خاصا ومميزا في يوم العيد. من فرح صبي فرح نبي، عبارة تحمل بين ثناياها الكثير والكثير من المعاني الجميلة التي من شأنها أن ترسم الابتسامة على وجوه الأطفال، خصوصا من فقدوا أغلى ما في هذه الحياة، إما أن يكون أبا أو أما. ومن منطلق هذه العبارة قامت مجموعة من أعضاء الجمعيات الشبابية بتخصيص جزء من وقتهم في يوم العيد لإسعاد هؤلاء الأطفال. طبعا احنا حريصين على إسعاد الأطفال والتعاون بين جمعية الخالدية وجمعية السنابل الخيرية، في اخترنا هذه الأيام أيام أعياد لإسعاد الأطفال في هذه الأيام السعيدة إن شاء الله. جبنا اليهال عشان نفرحهم حق العيد، جبناهم أيام العيد إنه يلعبون هني وشرينا لهم أقراض. احنا سعيدين اليوم بتواجدنا اليوم هني مع اليهال لفرحة العيد، ومشكورين لكل الجمعيات الشبابية على تعاونهم المستمر، وإن شاء الله هذا الشيء ما ينقطع للأبد. أوقات مسلية مليئة بالمرح والفرح قضاها أحباب الله في يوم العيد بمعية شباب منحوهم الحب الممزوج بالعطف والحنان في هذه الأيام المباركة. اليوم يوم العيد لعبونا واستانسنا، لعبنا واستانسنا وشرينا ألعاب وعطانا عيادي، وإن شاء الله كل يوم استانس لعبت وايد. الاهتمام بالأطفال ورعايتهم أمر جميل ورائع، فكيف لو كانت هذه القلوب الصغيرة قد حرمت من أهم ما في هذه الحياة بحاجة إلى من يحتضنها ويهتم بها في يوم العيد. فجاءت فكرة فرحة عيد من قبل مجموعة من الشباب لترسم البسمة على قلوب الأطفال. يعد التكافل المجتمعي في هذه الأيام المباركة فرصة رائعة لإسعاد فئة في المجتمع لها منا كل الحب والعطف والحنان. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.